ما الذي لا يحتمل في الحياة في المملكة الآن من وجهة نظرك؟ ما الذي أصبح لا يطاق؟ هو فقدان الحرية، الشعور بالعجز أن تقول رأيك حتى وأنت محب للدولة، حتى وأنت محب للملك ولسمو ولي العهد. ولست وحدي في ذلك، في كثيرين من المواطنين السعوديين من اختفوا قسرا في السجون، وآخرين اختفوا اختيارا في بيوتهم وآثروا الانسحاب على أن يقولوا ما لا يقتنع به. وأكرر مرة أخرى، يعني كلام مكرر، أن المواطن الحر هو أفضل للدولة وأصدق للدولة من المواطن المطيع، خاصة المطيع خوفا ورغبة. أنا شخصيا عانيت، يعني يمكن نحو 30 مقالة نشرت عني، من أسوأها مقالة نشرت في موقع سعودي رسمي يعايرني بلون بشرتي ويقول أنني أبيض بزيادة عن اللزوم بشكل أنه لا يمكن أن أكون سعوديا. شوف، لا تلومني على تمنياتي، فأنا مواطن سعودي محب لبلدي. أنا لا أتحدث عن المستقبل السياسي لزيمبابوي، حيث أستطيع أن أكون باردا جدا وأحلل وفق الأرقام. أنا نعم لدي تمنياتي بأن من الممكن الخروج من هذه الأزمات. الأزمة مع قطر سببها هو الإسلام السياسي، هو الانقلاب في مصر، هو الربيع العربي. السعودية والنخب الحاكمة فيها مقتنعة بأن هذا الربيع العربي هو تهديد استراتيجي لمستقبل المملكة العربية السعودية، والإسلام السياسي وتحديدا الإخوان المسلمين تهديد وجودي للدولة. أتمنى أن يعيدوا النظر في ذلك. لا ينبغي للسعودية أن تكون خصما للإسلام السياسي، وإنما حليفا له، لأن السعودية هي أب وأم الإسلام السياسي. في الحديث الذي جرى بيني وبين معالي وزير الخارجية الأماراتي الدكتور أنور قرقاش، هو قال في تغريدة أنني أسوق للإخوان، فقلت له لا يا دكتور، أنا أسوق للديمقراطية. الديمقراطية هي الحل لهذه الجمهوريات البائسة. ما الذي يمكن أن يحصل في مصر؟ لا أحد يعرف. الوضع صعب، ومصر فتحت باب الربيع العربي ولن تغلقه. 2011 لم ينتهي بعد في مصر. هل أنت معارض أم منشقة عن السلطة أم فقط محلل سياسي خارج البلاد؟ مجرد محلل سياسي خارج البلاد، ولا أريد أن أكون إلا كاتب حر مستقل. أتمنى أن ما أقوله الآن أستطيع أن أقوله من الرياض أو من جدة، فكل ما نقوله هو محبة في الوطن وليس ضد الوطن. طيب. وهو أيضا ولاء للقيادة وليس ضد القيادة. الأمير محمد بن سلمان يتمتع بشعبية هائلة جدا، فقط يحتاج إلى فريق عمل أفضل لكي يقود البلاد إلى إصلاح اقتصادي حقيقي. يجب أن يثق بشعبه مثل ما يثق بنفسه، يجب أن يكشف كل الحقائق، يمارس الشفافية. متى ستعود إلى المملكة العربية السعودية؟ عندما أشعر بالأمان، عندما أشعر بأنني أستطيع أن أجري معكم لقاء على الجزيرة دون أن يحاسبني أحد أو يمنعني أحد أو يعتقلني أحد.